بيليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنك مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد اعراض الانسحاب مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد أنا مدمنة ولا قد أعراض كريمة أنا وعايدة أمورنا متلخبطة قبل ما أعرفك أو أقرب منك ده كان أوحش يوم في حياتي ليه بيك وأهله ما اتفقوا؟ ما بتكلموش علشان يتفقوا أهلا وسهلا أهلا يعني كل حاجة كانت ماشية عالي لحد ما الزفتة دي فتحت بقها وكل حاجة باظت حقيقتنا نروح نشكرها على تعبها معانا يومين خليها مرة تانية عشان بس نلحق الفيلم وما يفوتناش. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ أخيراً عملتيها وجيتي تزوريني؟ ولا في حاجة حصلت وجاية تبلغيني؟ أبوك تعبان قوي يا جليلة. كان يبحث عن سبب. ثم أيقن أن الحب حين يأتي يأتي دون إشعار مسبق ولا يخطرك بسبب أو دافع أنا أسفة ما كانش صاحب واقف قدامك ومعاكي بقول لك إني بحبك بس الحقيقة
واللي أنا عايزه هو إن أكون هنا واقف قدامك ومعاكي بقول لك إني بحبك. حاضر أنا جاي. حبيبتي ليلى، النهارده بداية السنة الجديدة. أنا صاحية مبسوطة ومتفائلة، ولقيت نفسي بكتب لك أول حاجة في اليوم. حاسة إنها هتكون فعلا بداية جديدة لينا، بعيدة عن كل الحاجات الوحشة اللي عدينا بيها، وإن ربنا هيعوضني عن كل العذاب اللي مريت بيه. صحيح السنة بتبتدي وإنت بعيدة عني، لكن مهما كنتي بعيدة انتي جوه قلبي وعقلي وتفكيري طول الوقت. عايزاكي تكوني متأكدة من ده. أنا بشوفك في كل حاجة بعملها، وبحس بالذنب على أي حاجة حلوة بعملها أو بعيشها وانتي مش في حضني. لكن أنا مستنياكي ترجعي عشان نعمل كل الحاجات دي سوا. هاخدك تسمعي جليلة بتغني، وهأكلك أبو فروة، وهنزلك البحر، وهعرفك على كل الناس اللي وقفوا جنبي وساعدوني هنا وما خلونيش احس اني غريبه. جليله وصوفيا ونعمات ودكتور فريد، انا متاكده انك هتحبيهم وتتعلقي بيهم زي تمام. عليك لتزعق ولا تعلي صوتك، عمي مش ناقص. ما هو مش ناقص، ليه عملت اللي في دماغك رغم اني قلت لك لا؟ ازيك يا عماد؟ جبتيها ليه؟ عشان ابويا ما ينفعش يبقى تعبان وانا ما اعرفش. وانت كنت عارفه عنه حاجه بقالك سنتين اياك لما تعرفي دلوقتي؟ هو انا يعني كان بخاطري؟ اه كان بخاطرك يا جليله، وانت اللي اخترتي. ملوش عايز الكلام ده دلوقتي. عندك حق، انا لا جايه اتخانق ولا جايه اتكلم، انا جايه علشانه. وهو قالها لك، ما عندناش بنت اسمها جليله. جليله وحشتني قوي قوي، انا كنت هموت من القلق عليك. مش عارف صحيت في نص الليل لقيتك في سبع نوم. تلاقيها تعبت من السفر، ده جاي من بورسعيد لمصر على ملا والشهر، وما رضيتش تبات عندنا، صممت تطلع من المحطه على المستشفى طوالي. يعني كان لازم اقع من طولي عشان تشق عليا؟ ما كانش جاي لي قلب اجيلك وتكرشني تاني. عماد خد بنت عمك واطلعوا بره شويه. ممكن ما تتعصبش عليا دلوقتي، لما تخف وتقوم بسلامه ابقى امسك في خناقي براحتك. أنا ما عادش عندي كلام أقوله لك. الكلام ده بيجيب فايدة ولا فيه منه رجع. أنت اللي في دماغك في دماغك، وإحنا اللي في دماغنا برضه في دماغنا. بس عايزك تفهمي إن كل اللي أنت شايفاه قساوة ده خوف عليكي، والخوف بيجي على قد الغلاوة.
وانا ما عنديش اغلى منك في الدنيا. والحاجه الوحيده اللي كانت مصبراني على فراقك اني عارفه ومتاكده ان يوم ما اجي لك اترمي في حضنك مش هتردني. معاك الصور؟ خلي فلوسك معاكي هتحتاجيهم. انا اتصرفت. اتصرفت يعني ايه؟ ما تخافيش قوي كده، انا ما كسبتش برتيتة قمار وانا مش شاطر زيه. ايوه يعني انت اتصرفت ازاي يعني؟ مش مهم دلوقتي، المهم ان الراجل هيخلص لك موضوع الباسبور والتاشيره، وساعتها نشوف هنتصرف ازاي في سعر التذكره، ونفكر هتعملي ايه لما توصلي هناك. لا ما تخافش، انا في حد وعدني ان هو هيساعدني. حد مين؟ اوعي تكوني حكي لحد عن موضوعك. لا 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 ابدا، ده واحد من زباين المحل اللي انا بشتغل فيه، كان عايش في فرنسا زمان، وعدني ان هو هيساعدني الاقي عنوان ايميل. انا فهمته ان انا ليا قرايب هناك، ما تشغلش بالك انت. بتقوليها كده وكانه بمزاجي يا كريمان. كريمه، كريمه يا علي. أول ما الورق يجهز هجيبه واجيلك، ولو احتجت حاجة قبلها كلميني في التليفون على طول. أنا مش عارفة أقول لك إيه، أنا عارفة إن أنا محملك أكتر من طاقتك. ما تقوليش حاجة، خدي بالك من نفسك. ست نعمات لسه نايمة. ايوه كانت بتستأذن حضرتك يعني لو توطي صوت المزيكا شويه. امشي. الو. ايوه يعني اقول لها مين؟ ما انا فاهمه ان تليفون عشانها. مين برضه؟ انت بترغي مع مين؟ تليفون لحضرتك بس مش راضي يقول اسمه، او قالوا انا ما سمعتوش من الدوشه. طب روحي على المطبخ ومش عايز اشوف وشك لحد ما انده عليكي. امشي. الو. انا نبيله. مين؟ تعبتي من المشي؟ لا ابدا. زهقت؟ تحب نرجع نقعد على الدكه؟ لا بالعكس، انا اخر مره مشيت فيها على البحر حافي دلدلت فيها رجلي على الميه، كنت طفل بصيف مع اهلي في راس البر. والفرق ما بين ساعتها ودلوقتي انك دلوقتي بقيت دكتور، وما يصحش انك تشمر بنطلونك وتتمشى حافي على البحر. فرق اني وقتها كنت بعمل اللي انا عايز اعمله، وقت ما احس ان انا عايز اعمله. وده احساس كان غايب عني، ابتدى يرجع تاني. انا بس كنت بتاكد انك مش برتان. لازم نلحق نرجع قبل ما الدنيا تضل. انت بتخافي من الضلمه زي العيال؟ صدقني لو قلت لك ان انا من ساعه ما جيت الوقت الوحيد اللي انا مش بخاف فيه هو وانا جنبك. معرفش ليه بس لما بتبص لي وبتبتسم بحس ان انا مطمنه. اقدر اقول ان دي الاجابه اللي لسه ما سمعتهاش. واكتر وقت بقلق فيه هو وانا جنبك برضه. الله، احنا كنا ماشيين كويس. في حاجات كتير قوي انت ما تعرفهاش عني. اللي عايز اعرفه اذا كنت حاسه ناحيتي نفس الاحساس اللي انا حاسه ولا لا. لا، انا ممكن اقبل كسوفك واحبه في اي وقت الا في اللحظه دي.
حاسه نفس الاحساس؟ يا خبر الوقت سرقني. طيب قمت اوصل؟ لا احسن اوصل قبلك. فريد وصل. تأخرت كتير فريد، الغنية بلشت. معلش عندي كذا حاجة كده. ازيك يا طنط؟ أهلا يا دكتور. فريد هيدا على الأقل متأخر على حفلة في الراديو مش على ميعاد مع بتاع الموبيليا. صدقيني أنا آسف بس كان لازم أخلص حسابات السنة القديمة. دايما في الوقت ده من السنه بيبقى فيه شغل كتير، بكره تتعودي على مواعيد وتحفظيها كمان. على العموم خلينا نرتب امورنا ونتفق مع ماما على يوم تاني. انا بقول نخلي ماما ترتاح وابقى انزل انا معاكم حتى عشان نضمن ان الحاجات اللي هتجيبوها تليق مع بقيه عفش البيت. دي صح برضه، واكيد حضرتك بتفهمي في الخشب واللازم منه اكتر مننا ولا ايه؟ فين نبيل أمال؟ ما رضيت تجن، خافت إنه مرت بيا تجي معه. ما هو اللي عمله صدقي بيه ده مش عمايل ناس عاقلين أبدا، الرجالة بينها تابلت. كريمة اتركي الباقي. بتشكري كريمة، تعبتك معنا اليوم، فيك تروحي. ما فيش تعب خالص، تأمري بأي حاجة تانية؟ لا أبدا. طب انا هجيب شنطتي واستأذن. شكرا. طيب وانا هعرف اقول كلمتين على بعض وانا شايفك قلقانه كده؟ اصل مش متعوده اعمل حاجه من ورا بابا، ما قلتلوش ان انا نازله علشان اقابلك. وانا كمان صدقيني انا عمري ما عملت حاجه من ورا اهلي، ولا حتى عمري كنت اتخيل انه هيجي اليوم اللي اقف قصادهم او اعارضهم فيه. انا هتكلم معاكي بصراحه يا نبيله، لاني ما احبش ابدا ان حياتنا مع بعض تبتدي بان احنا نكذب او نخبي، وكمان لانك وثقتي فيا ورديتي تنزلي تقابليني. اي نعم انت طلعت عيني عقبال ما وافقتي. انت عارفه طبعا انه الجواز شركه وعشره عمر جاي، مش بس بين اتنين، لا بين عيلتين. واحنا لما طلبنا نيجي نقابلكوا كنا عارفين كويس البيت اللي احنا داخلينه واللي حابين ان احنا نناسبه. اكيد عشان كده بابا وانا ما كناش بنوافق على اي عريس من اللي كانوا بيتقدموا لي، عشان كان لازم يكون مناسب لينا ويستاهلني. انت مفيش حد يستاهلك يا نبيلة، يعني انا لما شفت صورتك قلت عروسة حلوة ومن عيلة كريمة، هعوز ايه تاني؟ لكن لما اتقابلنا واتكلمنا لقيتني بقول لنفسي هي دي الانسانة اللي احب ان انا اكمل حياتي معاها. لكن زي ما قلتلك أهلي ليهم طريقة تفكير ممكن تكون مختلفة شوية. أنا فاهم طبعاً هما بيفكروا إزاي وفي إيه، وعارف إنه في اعتبارات كتير جداً هما حاطينها في دماغهم، حاجات يعني لما شافوها
تقدري تقولي كده انهم اترددوا. طبعا الحاجات دي ملهاش اي علاقه بيكي انت يا نبيله، انما احنا قلنا ايه، النسب مش بس عريس وعروسه، ده بيت واهل. حلوة قوي. انت اللي مجاملة قوي. والله يا أبا انا وعدتك انك لو سبتني اقرا الحاجات اللي انت كاتبها اني هقول لك رايي بصراحه. عايزه تعرفي الصراحه بجد، لولاكي ما كانش ولا حاجه من دي اتكتبت. انا بقالي سنين بقول اني عايز اكتب روايه بس ما عرفتش اعمل ده. ما كنتش بكتب غير جملتين ثلاثه كل فين وفين. وايه اللي اتغير؟ أنا اتغيرت، دخلتي حياتي وغيرتيها. بس اللي مكتوب بيقول إن أنت حياتك منورة بقالها مدة بنور لولا الزاعة. دي قصص وخواطر، خيال يعني. واللي كان بيني وبين لولا مش عايز أعرف. بتغيري؟ مش غيري. بس عشان زي ما اتفقنا ما نتكلمش عن اللي حصل في حياتي قبلك، أنا كمان مش عايزاك تحكي لي حاجة عن اللي حصلت في حياتك قبل ما أعرفك. على العموم ما حصلش في حياتي قبلك حاجة تتحكي. أنت أول حكاية حصلت تستاهل إني أكتبها وأحكيها. وشو قلتي له؟ هقول له إيه؟ هقول له عندك حق. هقول له لو كنت انت جيت اتقدمت لي وانا شفت ان دي مرات باباك كنت انا اللي هرفض الجواز قبل ما بابا حتى يرفضه. طب وانت شو ذنبك؟ ذنبي انه بابا ما قدرش يصبر لحد ما انا اتجوز، وان الحقيقه دي ضحكت عليه وهو عشان طيب صدقها. يعني بتفتكري لو اتزوج بعد زواجك ما كانوا اهله لحسن اعترضوا؟ كنا هنبقى اتجوزنا خلاص، كانوا هيبقوا مش حابينها ومش حابين يختلطوا بيها، وبصراحه كان هيبقى عندهم حق. يعني انا عن نفسي ما احبش ان ولادي يقضوا وقت معاها ولا تقرب لهم اصلا. طب والعمل؟ هو بيقول انه هيقف قصاد اهله وانه متمسك بيا، مش هيتجوز حد غيري ومش هيهدى غير لما يقنع اهله يغيروا رايهم. شكله رومانسي كتير هالحسن. قوي قوي يا عايده، وبيحبني قوي. لكن على قد ما انا مبسوطه ان هو عنده استعداد يعارضهم عشاني، على قد ما انا خايفه انهم يرفضوا في الاخر. يا اهلا يا اهلا يا اهلا، ده احنا النهارده زرنا النبي. انا لما عرفت انك موجوده قلت لازم ادوقك الرواني اللي انا عاملاها، طازه ولسه مسقياها بالعسل ورشاها بجوز الهند. هو انت محدش علمك تخبطي قبل ما تدخلي؟ ولا الحاره اللي كنتوا ساكنين فيها كنتوا متعودين تدخلوا على بعض من غير استئذان؟ بالعكس، الحاره اللي انا كنت ساكنه فيها قبل ما بنخبط على الباب بنكح ونقول دستور. انا لما لقيت عندنا ضيوف قلت اجي ارحب واعمل الواجب، لقيت الباب مفتوح فما حسيتش اني لازم اخبط. لا لازم تخبطي، حاولي تتعودي على اصول البيت اللي انت عايشه فيه، أو على الأقل طول ما أنت موجودة فيه. معلش مش رح أكل، ما بدي وزني يزيد. لا وما تاكليش حاجة أنت مش عارفة معمولة إزاي عشان معدتك ما تتعبش. بلاش، هبعت نبيها تاخدها، صدقي بيه عجبته قوي، هحط له منها بعد العشاء. أنت بتضحكي على إيه؟ شايفة بتضايقني إزاي؟ ما كانت ردت عليكي هيك لو ما أنت بلشتي. هي لسه شافت حاجة، ده انا هخليها تقول حقي برقبتي. ضلك عم تعملي هيك طول ما بيك مش هون، تضل مفكر انه يا حرام عم تتعودي على وجودها معكم بالبيت. ولو انه شكله كثير طيب. لو بيا سمع كلامك هيزعل خالص، هو انت غريبه؟ لا مش غريبه، وبيتكم شالني شهور لما نزلت مصر وقعدت فيها. ده ابويا ما وافقش على موضوع الجامعه وقتها غير لما عمي اقنعه وقال لي اني هقعد معاكم. امال لوكندت ايه اللي عايزه تسيبيني وتروحيها؟ انت مش هتمشي من البيت غير يوم ما ترجعي بورسعيد او ترجعي المنيا معاهم لما عمي يقوم بالسلام. يابا 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 رد عليا يابا يابا.
توكل على الله شدي حيلك. كفايه يا نبيله، مش هاكل كل ده. لازم تفطر كويس، انت مش بتاكل اي حاجه تانية طول اليوم لحد ما بترجع. حشتني قعدتنا على الفطار سوا، لما بنقعد نسمع مزيكا، لما تقرا كتاب وتحكي لي عنه. طب يا حبيبتي هنقعد نسمع مزيكا النهارده بالليل. هي دم بكشر دي بتفهم في المزيكا اللي بنسمعها؟ نبيله هي جت على السيره. صباح الخير. صباح النور، كويس انك جيتي كده ناكل كلنا سوا. لا انا ماليش نفس، بالهنا والشفاء على قلوبكم. وده كلام برضو، عبدو عامل شكشوكة جنان. نبيلة قرب لها طبق الشكشوكة وحياتك. بردت نبيلة. ما تقلقش بالك يا سي صدقي، أنا فعلا مش قادرة أحط لقمة بوقي، أنا شوية كده وحاكل، ما تقلقش. سوا وصل. طب أنا هطلع لك، نهاركم سعيد. مع ألف سلامة يا سي صدقي، ألف سلامة. عايدة اللي بعتاكي؟ لا، أبلة هي اللي بعتاكي. أبلة؟ أهلاً 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 خطوة عزيزة، شرفتيني ونورتيني. تعالي نقعد في الجنينة وبالمرة البنت تتشمس وإحنا بنشرب الشاي. تعالي، ما شاء الله عليها كبرت وحلوت. عاملة رواني تاكلي؟ كيف يعني؟ أنا عارفة، ابقي اسأليها. ولا برضو هتقولي ان انا ظلمها وحطها في دماغي؟ لا بس انا مستغربه، لان ما قالت لانها بتعرفها. ما هم شغالين زي بعض، تلاقيهم ملمومين في الجنينه وندهيننا بيها، بيقزقزوا لب ويجيبوا في سيرتنا. بس نحنا كمان عم نجيب سيرتهم. بس دول جبلات، ولا هيكحوا ولا هيزوروا لو اتكلمنا عليهم من دلوقتي لحد بالليل. ما عندي وقت لحد بالليل، ضهرين انا وفريد خارجين. ايه، عمي مسافر من بيروت على اسبانيا وراح يمر من المينا هون، فرح نقابله ونتغدى معه قبل ما ياخد المركب الثاني. وامي بعت اغراض لناديا كمان. بس ناديا مع كريمه؟ لا، قلت لها تظهرها معه، لانه انا وفريد بدنا نظهر بالليل ويمكن نروح نسهر كمان. نفسي اخرج واسهر انا كمان. تعزمت على حفله اخر الاسبوع بس اضطريت اعتذر، لاني عارفه لو قلت لبابا نروح اكيد هيجيبها معاه. مش ناقصه فضايح قدام الناس، لانه حد يسال اتجوزها ازاي ولا عارفها فين. ما كنتش جبت تاني، ناديه نامت مش هتاكل تاني خلاص. معقوله يجي لها نوم وهي قاعده معاكي؟ ده انا ببقى بعد الثواني لحسن يخلص. بطل بكش. ده حقيقي مش بكش. ولا كلام دكاتره ولا كلام كتاب، ده كلام واحد بيحب. مش عايز حاجه من الدنيا غير وقت، وقت زياده مع الست اللي بحبها. وقتي وريها قد ايه هي مهمه بالنسبه لي. طب شوف لنا كده الساعه كام بدل من الوقت يسرقنا زي كل مره. ده كويس يعني نسيت ميعاد مهم. طب خلاص، المستشفى قريب، روح انت وانا هاخد ناديه ونروح لوحدينا. ده ميعاد مع عايده وراح وقت وخلاص، أول ما نمشي هكلمها وأعتذر لها. ما تسكتيش، قولي لي بتفكري في إيه؟ ما أنا لو قلت لك هتتضايق أكتر مما أنت متضايق. يا ستي قولي لي وخليني نتضايق سوا، على الأقل نواسي بعض بدل ما كل واحد متضايق لوحده. على الأقل إحنا قاعدين هنا سوا، إنما هي لوحدها ومتضايقه ومفيش حد يواسيها.
وانا عمري ما قصدت اذيها ولا اجرحها ولا حابب اكون سبب في مضايقتك ولا حيرتك دي. انا بتعذب وانا حاسس اني بظلمها وبظلمك، بس انا كمان لو كدبت على روحي ابقى بظلم نفسي. انا قعدت سنين قلبي ما دقش لحد، مع اني حاولت اقنعه انه بيحبني، لكن هو كان عارف اني بكتب، او يمكن كان مستنيكي. يلا يا عم ابراهيم. السلام عليكم. ربنا يصلح حالك. الله يكرمك. تعملي ايه؟ ابدا، كنت بغير التسريحه والكرسي بتاعها، يعني قلت اخلي الاوضه شكلها احلى، بس خلاص انا هرجع كل حاجه مكانها. بالعكس، ده كده الاوضه شكلها شرحه اكتر. بكره الصبح تغيري شويه في الصالون. لا ما اقدرش، انا كفايه عليا اغير في اوضتي بس. دي اوضتك وده بيتك، تعملي فيه اللي انت عايزاه، واللي مش متعود على كده مسير الوقت يعوده. انا والله ما عايزه غير الكلمه الحلوه بس، ولا حاجه تانية تفرق معايا. انا عارف ومتاكد من كده، ومتاكد كمان انك عقله ودماغك كبيره، ومش هتحطي راسك براس عيله صغيره. ده اللي مطمني. عندك حق، انا عايزاك دايما تبقى مطمن علينا، ومش عايزاك تشغل بالك بينا ابدا. انا بالي طول الوقت مشغول بيكي. حتى شوفي جنب هنا. اسف على الصوت. انا مش عارفه انت كنت مستعجل على روحك كده. احنا بنلف من بدري يا ساره. اه بنلف بس ما عدناش نتكلم ولا شربنا حتى كوبايه شاي. خايف اطلع بخيل؟ في الفلوس ما اعتقدش، لكن خايفه تطلع بخيل في مشاعرك يا عزيز. أنا متعلقة بيك من زمان، ماما كانت دايماً تقول إني لازم أتقل، بس من ساعة ما جيت وخطبتني وأنا فرحانة، حتى وأنا حاسة إنك مش فرحان زيي، حتى وأنا شايفة إنك مش عارف تقرب لي مهما حاولت أنا أقرب لك، حتى بعد ما عرفت بالصدفة عن قصتك القديمة مع صوفيا، قلت لنفسي قصة وخلصت، المهم هو مع مين دلوقتي؟ كبرتي الموضوع قوي كده ليه يا سارة؟ لو تحبي تعالي نشرب حاجة في حتة. أنا مش هينفع أسألك أنت حبيتها ليه؟ لأني ما أقدرش أجاوب على السؤال ده. لو حد سألني بتحبي عزيز ليه؟ وهو مش حاسس بيكي من زمان، ومامته اللي هتسكني معاها في بيت واحد، طبعها صعب. لكن السؤال اللي لازم أسأله لك ولازم تجاوبني عليه وتجاوب نفسك عليه، هو انت لسه بتحبها يا عزيز؟
فاتحه لحد متاخر النهارده. اهو الشغل بدا يرجع زي الاول. اتفضل. تشرب ايه؟ اعمل لك قهوه ولا بلاش؟ هتسهرك، هتخليك ما تعرفش تنام. ما كنتش هعرف انام لو ما جيتش اتكلم معاكي بعد اللي حصل النهارده. أنا اللي عمال أفكر من ساعتها أفتح معاك الموضوع ولا أستناك أنت اللي تيجي تتكلم. هتصدقيني لو قلتلك إنه حتى لو ما كانتش عينك جت في عيني كنت حاجة أتكلم معاكي؟ لا، وما كنتش أحب إني لا أشوف ولا أعرف، لأن زي ما أنت أمرك يهمني يا فريد، مراتك أنا أكلت معاها عيش وملح ومش عارفة المفروض أعمل معاها إيه دلوقتي لما أقابلها. إحنا حاولنا حاولنا ما نمشيش ورا مشاعرنا. يبقى ما حاولتوش كفايه. انا كنت نسيت شكلي وانا بضحك، ما افتكرتوش غير وانا معاها. اللي مش هتنساه بجد هو شكل عايده لما تعرف. اصعب حاجه على الست لما تعرف انها خسرت الراجل اللي بتحبه عشان واحده ست تانيه. ده لما تكون بتحبه. عايده وافقت انها تتجوزني، كان نفسها ان احنا نبني عيله مع بعض، لكن ما حبتنيش. وانت يا فريد، انت حاولت تحبها؟ انا حاولت، والله حاولت، حاولت اقنع نفسي انه ممكن يحصل، لكن عرفت اني فشلت لما عرفت كريم. آسف مرة تانية، مش عارف لو هتقدري تسامحيني ولا لا. سمحتك أول ما حكيتنا وقلت لي إنه العملية تأخرت ورح ضل بالمستشفى. أمال ليه ما كنتيش بتردي على التليفون امبارح بالليل؟ نمت بكير، ما كان بدي فايقك اليوم لأنه حسيت إنك وصلت مأخر امبارح. رح غير لنادزا وانزل أعمل الفطار. إيه كريمة متأخرة ولا إيه؟ نبيلة كان معها حق بس قالت لي إني دلعتها زيادة عن اللزوم. ايه حصل حاجة؟ دوموزيل كريمة قررت بين ليلة والتانية انه تتركنا وتمشي. حبي ليك
كده عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده. انت الوجع اللي انا مستحليه، انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك. انا مدمنه من حبك أخف ولا قد أعراض الانسحاب، مع إني عارفة إنك طريق أخره سراب، لنا أدرى من حبك أخف ولا قد ولا قد أعراض الانسحاب.